السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الإخوان المتابعيننا وكيتفاعلوا معنا كيتابعونا على القناة. إن شاء الله حنا جينا على واحد الفلاح اللي هو فلاح باغي يجهز أرض الزيتون، شجر الزيتون بشوري لونك دوك. حنا جينا عنده إن شاء الله ونعطيه بعض الإرشادات وبعض المعلومات على الزيتون، على الغرس، على التقليم. إن شاء الله على بركة الله. انا دروك كنوجدو فاري ديال الزيتون فاش غادي نغرسو. هي هذه الحفرة، قربت ليا حشيه تي هي هذه. الارض عندها شويه راه قاطحه شويه، راه تكرطبوا الحفره. علاش؟ حيت ما طاحتش عندنا الشتاء يعني قليله، تكرطبوا الحفره شويه باش نحفروها. هي الارض يعني الارض عبيض ولكن قاصحه، علاش ما قيساش الماء واحد المده؟ هذه العام الاول ما طاحش عليها الشتاء، يعني الماء يعني الارض قاصحه. حتى كنرطبوا الحفره عاد نحفروها عاد نغرسوا ان شاء الله. ها هو واحد النموذج، هادشي هو راه تغرس هنا، هو راه غادي بالغرس وفي نفس الوقت غادي غرس وسقي غادي كامل. يقدر كيغرس من هنا والماء هو تابعه والغرس راه غادي ان شاء الله. والسطر الاخر هو قدامين فيه كنحفر ان شاء الله، وان شاء الله غادي تبعوه في الغرس والماء. علاش الشجره ما خصناش نعطلوا عليها؟ علاش؟ كنحيدوا ديك الطاشيه يعني باش ما يضربهاش البرد وتلوى ولا شي حاجه خصها تغرس تسقى. دابا مزيان. وهذا هو الفلاح. هذا هو الفلاح. اسيدي مبروك. والله يبارك فيك السي. مبروك اسيدي. نتمنى ان شاء الله. دير اسيدي واحد سميتو معاد الفلاح هذا. الغرس هذا. كيفاش السي عبد الحق؟ كي داير السي؟ بخير. كي داير مصاحبي؟ بخير. بخير الله يحفظك. حنا دابا درك مدخلين الخدامه العام سيدي كنبحثوا في الحفرات ديال الزيتون. اييه. وكنتمناو ان شاء الله نغرسوا هذا الزيتون وناكلوا الغله ان شاء الله ديالو. ان شاء الله. وكل الانتاج ان شاء الله. تاكلوا الغله اذا سخر الله. ان شاء الله. ونزيدوا ان شاء الله لقدام، والغرس ها هو غادي والماء غادي. السلامة. هذاك الشيء اللي كاين، راه كاين الاجر عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. المنتوج ولا دابا مزيان. اييه. هو دابا هذه في العام الجاي غادي تعطي. العام الجاي ان شاء الله تعلم، ان شاء الله تذوق. داك الشيء على حساب تهلو، على حساب تهلو. كما دارت الوركيه بزاف غادي دير المنتوج. صغيره غادي تعطي. تعطي. العام الجاي تعطي، ولكن هي كما كبرت، كما تهلات وكبرت يعني تعطي اكثر. وهذه الاخرى راه ماشي بيش لينا. هذيك حوزية. هذه عبد الحق سيدي الله يعطيك الصحة، ما عاد ديما نسالك فلاح. سي محمد. سير على بركة الله. غادي سلامة غريس وسقي. خدامة بحثوا لنا الحفاري. مزيانة سيدي الله يعطيك الصحة، هذاك شي زوين. محمد هذه النقلة راه بالتجربة راه مجربها. لا كارونتي هاد النقلة. إوا كلشي زين الحمد لله. تاع الزبارة محمد تعرف الزبارة شنو الزيتون كيدير لي؟ إن شاء الله كلشي نقادو ليكم. حنايا محدنا هنا حيين، نزبرو ليكم، نقادو ليكم، نتعاونو معاكم في أي حاجة. الله يحفظك السي محمد. هي السي محمد شتيها؟ هي دابا راه جاي لنا تابعنا نيت. حفرة جيدة تبارك الله. هاي شتيها. حفرة جيدة شتيها، داخلة مزيان. ما كانتش داخلة، راه ما تشدش. نطلبهم الله ان شاء الله يجي الري الصب. شدنا احنا والدراري. وكل عام زين. والدراري تاهما ان شاء الله غادي تكون هاد الغلة حتى وليدي. يكون هاد الغلة باللي حتى وليدي. كلشي ان شاء الله غيكون هو هذا. ان شاء الله. باذن الله. النقلة راه بالفاكتورة، راه عاد الدعم اللي ما عطاوناهاش. ايوا الدعم راه ما عطانا حتى حاجة. لا الدعم كاين اسيدي، كاين الدعم. ما والو حتى حاجة، ما شفنا والو.
كدع الوراق وراها ان شاء الله. نطلب الدعم من عبد الله تشد هاد النقله، ما بغينا منهم لا دعم ولا والو. هادشي لك بغينا الدعم من عبد الله. واش الدعم من هاد الشجره هادي ان شاء الله؟ الدعم من هاد الشجره هادي ان شاء الله. ان شاء الله. زير واحد